بدأت بالمصلحة سنة 1985 بالنسبة للساعات. سابقا كنت أشتغل الجداحات. مصلحة الساعات مصلحة واسعة، بحر من العلم ومن المعرفة، والساعات أجهزة دقيقة جدا تتطلب دقة في العمل وتتطلب صبر. الواحد يكون عنده يمتلك صبر حتى يقدر يتوكل من إصلاح الساعة، لأنه فعلا دقيق. ممكن بعض الساعات تفرطها مرتين وثلاث ما تصير معك حتى تصل للعطل تيمشي حاله. عندي ساعات بدءا من التعبئة على اليد ربط، بما في ساعات الأوتوماتيك اللي على النبض، بما في ساعات البطارية الكوارتز، وفي ساعات ماركة، وفي ساعات جيب موديل قديم أيضا متواجد. هاي أورينت وهاي سايكو، هذول على حركة اليد نسميها احنا النبض. يعني هاي سنة 1973 وهاي سنة 1981. عندك هاي ساعة جيب قديمة جدا، يترى عمرها فوق 100 سنة. هاي موديلها هاي ما يقارب 1885 أو 1887. ساعات ربط كثيرة، طلع لك ساعات ربط موديلات قديمة جدا. هاي ساعات قديمة ربط، يعني سنة 1935، سنة 1942. تعباي نسميها تعشاي، يعني تعبيها تشتغل 24 ساعة، من ما عبيتها تقف لحالها. هاي ساعات سويسرية قديمة صفت اليوم قطع أثرية، يعني كقطع أثرية. وفي منها صالح للعمل، يعني جاهز للعمل. طبعا قطعتين جاهزات للعمل. هاي ساعة جوفيال سنة 1935 جاهز للعمل. هاي ساعة كامي ألف تسعمائة اثنين وأربعين. هاي ساعة كامي جاهز للعمل، شغالة على 24 سنة 1938، لحتى الآن شغالة. الدفاع للعمل هذا رغبة، يعني ومارست العمل واستهويته. المصلحة هذه أول شيء أمانة، الحاجة تجيك أمانة عندك تكون. ثاني شيء بدك تتقن الشغلة أو لا تأخذها من صاحبها. إذا ما تتقنها لا تأخذها، تأخذه وترجعه وتجيبه ما تزبط. من ما تقول له ما تزبط من أول مرة، من البداية يقول له هيا أخي ما إلها القطعة تبديل، وكلمة ما عارف نص العلم. أما لما يكون يعرف ويمل بالمصلحة يلم فيها لازم يشتغلها ويتقنها بإتقان تام. هاي شغلة تتبع قلت لك للصبر، وبآن واحد فنية، بآن واحد فنية، لأنه هاي فن. واحد ما كل واحد يقدر يصلح ساعات. علمتهم إياه، هم كانت لهم رغبة طبعا. الماء له رغبة ما يتعلم، مهما تشرح له ما بتسوي له ما يتعلم. أما إذا رغبة يصير عنده دافع للعمل وينتج، أما ما له رغبة ما ينتج أبدا. أنا من هواة الرادو، هذا لا يمكن أستغني عنه بالعمل دائما. يعني تسمع وتقدر تشتغل، يكون عندك راحة نفسية دائما. هذا عندي سامي، عندي راديو ما حدا حواه بالرقة لا شك. بالنسبة للراديو أنا بالنسبة من هواة الرادو باستمرار. يعني أورث لك حادثة تضحك، جيت من حلب وجيت على البيت وقلت الراديو ماخذين الولاد البطاريات، وما يقولوا لي انه خذين البطاريات، قلت لهم جيبوا الراديو وحطوا عند راسي، بس الراديو يكون عندي تقدر انام.